طيب الأمور جيدة الحمد لله. ها طيب أنت عاشقة سكنت هذا الشاب كم سنة الآن؟ منذ الزواج صح؟ طيب سكنتي منذ الزواج؟ اللهم السلام. طيب منذ الزواج سكنتي منذ الزواج يا ماذا تريدين منه؟ شنو بغيتي منه؟ شنو بغى عنه؟ طلاق؟ جاء بك للطلاق صح؟ طيب بالمغشوش في أول يوم الزواج بالطلاق محق المال العداوة مع الزوج طيب يهودية أسلم لله عز وجل لقد رأيت فاطمة الزهراء التي أسلمت صح؟ الحمد لله الحمد لله فأسلمي الأرض بالشجر الحمد لله جزاك الله خير وثبتك الله اللهم آمين اللهم آمين يا رب يا رب اللهم آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعاهد الله ألا أظلمه ألا أؤذيه ألا أسحره ألا أفتنه ألا أمحق ماله ألا أعطل زواجه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني عذبته كثيرا طلقته ورجع الله لزوجه ومحقت المال وأمرته الآن كفر عن الذنوب والخطايا والآثام وعاهد الله تعالى بالإصلاح كما عاهدت الله فاطمة الزهراء وصدقت في ذلك جزا الله خيرا رزق الله أيضا سمي نفسك اختاري اسمي 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 سمعتيني كتسمعيني ولا اختاري اسم سمي راسك تبقى على نفس الاسم ام تختاري اسمها ها كتسمعي ولا واش كتسمعي ولا كتسمعي ولا كتسمعي كتسمعي ولا كتسمعيش واش كتسمعي او لا اسمعني جميعا فإذا كان هناك اتصال بسر في البدن فإننا بإذن الله تعالى نتعاون ونصل إليه المغشوش المغشوش قيوده سره للتعطيل الطلاق ومحق المال يبقى بإذن الله جل وعلا تسمعين يطلب بإذن الله سبحانه وتعالى هذه مطلوبة يعني سيح الطلاق سيح الطلاق يطلب بإذن الله تعالى تسمعين سيح الطلاق سيح الطلاق يطلب بإذن الله جل وعلا سحر الطلاق يبطل بإذن الله تعالى سحر الطلاق يبطل بإذن الله عز وجل مفهوم سحر الطلاق يبطل بإذن الله تعالى تسمعي ورسالتي كذلك وجهها لكل من سكن معك في البلد إذا قلت كبير 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 كبير
إلى كل كبير، إلى كل كبير، إلى كل كبير، شيطان كبير، إلى كل كبير، شيطان كبير، إلى كل كبير، ثعبان كبير، شيطان كبير، ثعبان كبير، شيطان كبير، ثعبان كبير، شيطان كبير، إلى كل كبير في البدن، إلى كل كبير في البدن، إلى كل شيطان كبير في البدن، كبير في البدن، شيطان كبير في البدن، أراد أن لا يسلم من أسلم، لا يريد أن تسلم من أسلمت، نعم، لأن منع على ما أسلمت لله تعالى هو منع حتى لا تسلم نفسها وتعمل وتقوى، صح؟ نعم. كبير. من أنت؟ كبير. كبير. من تكون؟ يهودي؟ 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 سحر يهود؟ مغشوش؟ في الزواج؟ في أول يوم في الزواج؟ مغشوش؟ وسعيت في الطلاق؟ طلقته؟ أنت ومن كانت معك عاشقة؟ ها؟ ورد الله إلى زوجه؟ صح؟ الحمد لله. وأسلم من كان في زوجه؟ الحمد لله. صح؟ نعم. طيب ماذا تريد منه؟ كبير، كبير في القدمين، على البطن، على العورة، على الرأس، على المال، على الزواج، شيطان كبير، صح؟ نعم. طيب شيطان كبير منذ الزواج وأنت فيه، نعم، تعذبه، نعم، شنو عملت لي؟ ماذا صنعت؟ ها؟ شنو عملت لي الشاب؟ شنو عملت لي؟ محق المال، محقت المال، محقت المال، محقت المال، عذبته في قلبه، في زوجه، في فراشه، في جماعه، في بيته، في ولده، في كل شيء، سحر عظيم، سحر يهود مرشوش في الأبواب، في الأعتاب، في الزواج، حسدا، حقدا، انتقاما. طيب وأدسكن أسلم لله العلي الكبير، هيا أسلم، أسلم كما أسلم من قبلك الطاعة لله، قد أسلموا جميعا، صح أم لا؟ الله لطيف بعباده رحيم سبحانه. قل أشهد، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقلها لله طاعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قلها لله طاعة، قلها لله طاعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا يا رب 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 يا
على أحمد الزوجة 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 على أحمد الزو
أشهد ونساعدك بإذن الله تعالى. هيا أشهد 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 كما أسلمت فاطمة الزهراء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وعاهد الله أن أبطل الأسحار، وعاهد الله أن أبطل الأسحار، وعاهد الله أن لا أفرق بينه وبين زوجه، أن لا أمحق ماله، أن لا أمرضه، طاعة لله طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. سمي نفسك، اختر اسمه، اختر اسما، هيا سمي نفسك. أحمد. أحمد. الله أكبر. انظر لما قلت له سمي نفسك سمعه بسرعة، لكن هي لما أردت تسمي نفسها منعها، صح؟ منعتها لأنك أنت أقوى منها. الآن عاهد الله أن تعاون على الخير، يا دع الجنية العاشقة التي أسلمت تصعد وتسمي نفسها. هيا هيا فاطمة الزهراء، كما أسميت نفسك على اسم فاطمة الزهراء في زوجتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سمتنا بنفس اسم الجنية المسلمة التي أسلمت في بطن زوجتي وساعت على إرجاع البيت. أنا أتعاون معها، ما شاء الله، وهي التي قالت لي يا شيخ جزاك الله خير تعاون معنا في هذا المجلس حتى تسلم. آمين آمين آمين. الحمد لله
بهذا جمع الله الشمل على الإسلام، فرجع إلى زوجه وأسلم من في الزوجة وأسلم من في الزوج، والآن ارتقينا بفضل الله إلى خطوة أجمل وأكمل بفضل الله. الآن في الطاعة والعبادة وإثبات العلاج بإذن الله، وبعدها إن شاء الله تعالى تصحيح المسار في الرزق، في المحبة، في القلب، في الزوج والزوجة والأبناء، وبعدها بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله تكون جلسة إن شاء الله وخروج طاعة الله جل وعلا. فجزاكم الله خيرا، آمين آمين، وفق الله وإياكم لكل خير، ونصر وإياكم على كل على الأعداء وعلى الشياطين وعلى الكفر العائنين وحازن السحر المشعوذين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. سأل الله تعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يؤلف بين قلوبنا ويجعلنا سببا في جمع الشمل وتوحيد الكلمة والمحبة بين الزوجين والأبناء والأسر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صافي غير حيد حيد صافي ما كتشوفش الكاميرا صافي مش مشكل. جزاك الله خير الحمد لله. جهاد ياك كتب جهاد صافي جيد الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد.